انهمكت دونا في عملها خلال الأيام التالية، مستخدمة أجمل مكتب شاهدته في حياتها. كانت الطاولة من الطراز الذي استخدم في عصر النهضة، والجدران مغطاة بألواح من الخشب الداكن، أما أرض الغرفة فكانت مغطاة بسجادة قديمة رائعة، فيما كان السقف عبارة عن لوحة فنية ضخمة تمثل ملكة، ووصفتها يجلسن بتكاسل على حافة جدول ماء يعكس صورهن كأنه مرآة صافية. ولكن الذي أثار دهشة دونا وإعجابها كان التمثال الحجري أمام الشرفة الذي يمثل فارسا يحمل سيفا كبيرا. بمجرد أن شاهدت ذلك التمثال شعرت بأن قلبها غاب من مكانه. تذكرت سؤالها لحارس سيرافينا عما إذا كان يعتقد نفسه أحد فرسان القرون الوسطى بالنسبة إلى سيدته. إنها فكرة لا بأس بها، تخلف كثيرا من الواقع المرير لما هو عليه فعلا. إنه رجل تستخدمه امرأة ثرية لحمايتها، سريع لاستخدام المسدس ولا يتوانى عن استخدامه حتى للقتل إذا دعت الحاجة لذلك. إنه بكلام آخر رجل خارج عن القانون من نواحي عديدة. هل يعيش هذه الحياة منذ فترة طويلة؟ كم مضى عليه من الزمن قبل أن يصبح محصنا تماما ضد الناس ومشاعرهم وغير قادر على التصرف بإنسانية وحرارة عاديتين كما فعل ذلك المساء على الشرفة؟ ولاحظت دونا أنه لم يقترب منها كثيرا منذ تلك الأمسية، وإنه لم يشر من قريب أو بعيد في حضور سيرافينا إلى اهتمامه بها. لم تعرف كيف تشعر إزاء هذا التصرف بارتياح أم بانقباض. كان الأمر مثيرا حقا أن يهب رجل للدفاع عنها، رجل بعيد كل البعد عن كونه شابا طائشا يفعل ذلك لكسب ودها أو للاعتزاز بنفسه أمام أصدقائه. جاء تصرفه معبرا تماما عما كانت الحياة عليه سابقا عندما كان الرجال مستعدين للمبارزة حفاظا على شرف امرأة. في أي حال شعرت دونا بارتياح كبير لأن تهديدات أدوني لم تكن مثمرة، وإذا كانت سيرافينا علمت بالأمر من ابنها فإنها بالتأكيد لم تعرف السبب الحقيقي للخلاف، وإلا لكانت طلبت منها أن تجمع حاجيتها وتذهب. لابد أن أدوني نسي التفاصيل أو معظمها، لأنه سألها لاحقا عما إذا كان أزعجها تلك الليلة. رأت أن من الحكمة إبلاغه بأنه لم يضايقها قط. لابد أنني قلت لك شيئا ضايق لورديتي، لأنني أتذكر أنه لكمني على أنفي. أنا لا أغيظه عندما أكون في وضع طبيعي لأنه رجل خطير عندما يغضب، هذا ما تحبه فيه سيرافينا. ثم انحنى أدوني على الطاولة التي كانت دونا تجلس وراءها وتعمل بجد ونشاط إلى أن جاءها الوريث الشاب. نظر إلى أوراقها بسرعة ثم حول نظراته إلى عنقها الجميل وتمتم قائلا: إنه عمل أنيق للغاية، ولكن أليس من المعيب جدا أن تسجن فتاة مثلك مع آلة كاتبة في حين أن الحياة في الخارج ممتعة لدرجة كبيرة؟ وهناك مطعم صغير على الساحل يمكنها أن تتناول فيه أشهى أنواع الطعام، ما رأيك في أن تتناولي معي اليوم طعام الغداء؟ هزت دونا رأسها نفيا وبإصرار لأنها كانت تعلم أنه لن يدعها تعود إلى الفيلا قبل ساعات عدة مما سيفقدها وقتا ثمينا للعمل. قالت بصراحة: والدتك ربة عمل كريمة وأنا أتمتع بعمل معها، فلديها ذاكرة قوية كما تعلم، وهي تتذكر أحداث الماضي البعيد وكأنها جرت بالأمس. هز كتفيه وبدأ يسير في الغرفة عاقد الحاجبين. قالت دونا لنفسها أنه من المؤسف جدا أن سيرافينا لم تصر على ابنها ليعمل ويعين نفسه بجهده الشخصي، فهو يمضي حياته في إقامة علاقات تافهة لا معنى لها مع أكبر عدد ممكن من النساء، أو في الذهاب إلى النوادي الليلية والحفلات الاجتماعية السخيفة. ولم تتمكن من حبس سؤالها في رأسها فقالت له: ألا تشعر أبدا بأية رغبة للعمل؟ ألا يقلقك إهدار طاقاتك وصحتك على هذا النحو الذي يؤذي جسمك وروحك وعقلك؟ جلس في مقعد مريح أمامها وبدت على وجهه فورا ملامح الجدية والحكمة.
على الرغم من مشاعر الغنى والدلال كانت تخيم فوقه، ثم تمتم بصوت منخفض. إنه دليل مشجع عندما تريد الفتاة إنقاذ الرجل من نفسه. ما هو نوع العمل الذي تقترحين علي إيجاده؟ إنك ماهر جدا في كرة المضرب، فلماذا لا تدرب الآخرين في هذا المجال؟ وأحتفظ في الوقت ذاته بجسد سليم وعقل سليم، أليس كذلك؟ أعتقد أنك إحدى المبشرات الصغيرات، هل تحاولين إنقاذ روحي قبل أن تلتهمها نيران جهنم؟ إنني جادة في حديثي، بإمكان رجل مثلك أن يؤسس بسهولة ونجاح أحد أفضل النوادي الرياضية في هذه المنطقة. عندما تكون لديك مهارات يجب عليك استخدامها، أما إذا كنت تفضل إضاعة وقتك سدى فهذا شأنك يا سيد نيري. اختفت الابتسامة الساخرة من عينيه الخضروين وراح يتأملها بجدية وهدوء، ثم وجه إليها ما لا يمكن وصفه إلا بنظرة إيطالية مذنبة وقال لها: يمكنني أن أضعك بين قطعتي خبز محمصتين وألتهمك دفعة واحدة. قفز إلى جانبها وعانقها بسرعة قائلا لها: إنك رائعة مثيرة، أنت على حق، فحياتي كانت ضياعا وهباء قبل أن تدخليها، حان الوقت كي أستقر، فهل تقبلين الزواج مني؟ ضحكت دونا وقالت: لابد أن الصدمة ستقتلك لو قلت لك شكرا وهيا بنا إلى أقرب كاهن على الفور. لا، ولكنني سأشعر بسعادة بالغة، أنت فتاة تحب مدى الحياة، أليس كذلك؟ وأعرف أنك تحبين أيضا مدى الحياة. هل أنت خائفة من أن أدوني سيكون زوجا متعبا يبدأ مع نهاية الأسبوع الأول لزواجه في ملاحقة النساء الأخريات؟ من المتعارف عليه أن العادات القديمة لا تموت إلا بصعوبة بالغة يا سيدي. وتذكرت فجأة ريك لورديتي، فانتبهت لنفسها وقالت له بلهجة مختلفة: يجب ألا تكون هنا يا سيد، تتحدث بمثل هذه التفاهات وتقاطع عملي، سوف تشعر أمك باستياء كبير إذا أتت إلى هنا ولاحظت أنني أضيع وقتي معك بدلا من أن أطبع لها هذا الفصل من الكتاب. إنها تريد مراجعته في وقت لاحق اليوم. إذا تزوجنا يا دونا فلن تعودي مضطرة للعمل طوال حياتك. حقا، وهل ستقبل أمك أن تبقين معا على نفقتها وبمثل هذه البحبوحة؟ أنت قاسية جدا أيتها الحبيبة، كنت أعتقد أن قلبك رقيق كبشرتك. أوف، كم أتمنى أن أجعلك تذوبين حبا بي، أنت مثيرة بشكل مذهل، هل تعرفين ذلك؟ خاطبته دونا بحدة ظاهرة وتوتر واضح: أرجوك توقف، أنت تشعر بالضجر ولا تجد شيئا أفضل من الحضور إلى هنا والتفوه بكلمات سخيفة تافهة، انظر الآن ماذا جعلتني أفعل. ارتكبت عدة أخطاء لا يمكن تصحيحها بدون تشويه الورقة بكاملها. نظرت إليه غاضبة وقالت: اذهب أرجوك، لدي شرط واحد، أرفض قبول أي شروط كي أنعم بقليل من السكينة والهدوء يا سيد. إذن سأبقى هنا وأحرمك من الهدوء يا آنسة. أنت حقا شاب مدلل، لو كان أبي مسؤولا عن تربيتك لجعلك بالتأكيد رجلا بكل ما في الكلمة من معنى. آه، ولكن ليس باليد حيلة إذا كنت أجدك شابة ممتعة وأشعر بحاجة للبقاء معك. عيديني بأنك سوف تتناولين معي طعام العشاء وسوف أتركك على الفور مع هذه المذكرات المثيرة للفضائح. إنها ليست كما تقول، انتظري قليلا يا صغيرة الحلوة وستجدين أنني على حق. عندما تبدأ سيرافينا في التحدث عن عالم السينما لدى أمي الجميلة الساحرة كما لأية نجمة مشهورة أخرى، حاجة كبيرة لتظل محط أنظار الجماهير. تريد والدتي العزيزة أن تصبح مذكراتها من أروع القصص وأن تبيع منها ملايين النسخ، ولا يمكن تحقيق ذلك في هذا العصر وهذه الأيام إن لم تكن هناك مقبلات مثيرة وفضائح. أعدي نفسك للصدمة يا صغيرة البريئة عندما تبدأ السيدة نيري بكشف أسرار مثيرة عن أشخاص عملت معهم، أسرار لا يمكن لهؤلاء الأشخاص نفيها أو الاعتراض عليها، لأنه لدى أمي فضيلة مثيرة للدهشة والاستغراب، وهي أنها لا تكذب أبداً.
أنا لست جاهلة وغبية كما تعلم. لم أكن أتوقع أبدا أن تكون مذكرات ممثلة مشهورة عبارة عن مقالات علمية خالية من الإثارة. كان أبي يعمل في عالم صناعة الأفلام وأعرف بالتالي بعض الأمور التي تجري هناك. صحيح إذن ما يقوله هيتشكوك الذائع الصيت عن الشقراء التي تبدو باردة وهادئة الأعصاب، إنها في داخلها شعلة نار حارقة. سأشتعل فعلا يا سيد إن لم تذهب وتتسلى في مكان آخر، لدي عمل يجب إتمامه خلال وقت محدد. قلت لك أنني سأذهب كصبي مطيع إذا وافقت على تناول العشاء معي. لا تكوني متعجرفة، اقبلي دعوتي وقولي أنك ستأتين. أبعدت ذقنها بعصبية عن يده وسألته بحدة، ألم تقاومك أي امرأة من قبل؟ برقت عيناه الجميلتان بابتسامة تحولت فجأة إلى قساوة وبرودة وقال، لا ترغميني على التخلي عن تواضعي أيتها الحبيبة، هل يوجد شيء أفضل لفتاة تكد وتتعب طوال النهار من أن ترتدي ثوبا جميلا وتقفز إلى سيارة سريعة وتذهب مع شاب وسيم إلى مطعم جيد؟ هل يمكنك مقاومة ذلك حقا؟ فكرت دونا قليلا ولاحظت أنه لا بأس على الإطلاق بقبول هذه الدعوة المغرية، ولكنها تعرف أن أدوني نيري يميل كثيرا إلى المغازلة والمداعبة، وإنها بالتالي غير راغبة في أن تمضي أمسيتها على إحدى الطرقات الجبلية الجانبية تدافع عن شرفها وكرامتها. عاد يسألها بهدوء، اسألي نفسك أيهما أهون الشرين، أن تجدني أمي معك هنا أو أن تقومي معي بنزهة جبلية هادئة؟ توجد مجازفة في هاتين الحالتين وسأترك لك حرية الاختيار بينهما. تطلعت دونا حولها في تلك الغرفة الساحرة ونحو الفارس الأسود الذي يلمع تحت أشعة الشمس الجميلة وسخرت من فكرة الخوف من أدوني. أحست فجأة بأن ما يهمها حقا هو البقاء في الفيلا طوال فترة عملها. نظرت إليه فبدا لها شابا وسيما لم يضر أحدا من قبل. سألته بهدوء، متى تريدني أن أكون جاهزة؟ لمعت عيناه ببريق ساطع وقال لها بارتياح ظاهر، إذا كنت مستعدة حوالي 7:30 فسوف نتمكن من تمضية وقت طويل معا. إلى اللقاء أيتها الحبيبة. غادر الغرفة على الفور وعادت دونا إلى عملها وهي ترفض حتى مجرد التفكير بمدى سلامة قرارها، ولكنها ذكرت نفسها بأنها لن تجد فارسا يهب للدفاع عنها في تلك الطرقات الجبلية النائية وابتسمت. هكذا تعتبر ريك لورديتي الذي قد يكون أخطر بكثير من 100 أدوني معا، ما من امرأة بمثل مركز سيرافينا تستخدم حارسا شخصيا لا يكون قادرا على استخدام كافة أساليب العنف والقساوة مع الذين يحاولون إيذائها. وتذكرت ما أخبرها إياه أدوني عن تمكن ريك من إنقاذ سيرافينا بسلام من أيدي عصابة من الأشرار حتى بعد أن تلقى طعنة قوية في صدره. وأحست دونا بشيء يطعنها تحت ضلوعها، إنها لا شك غبية وسخيفة للغاية إذا كانت تعتقد بأن لرجل مثل لورديتي أي اهتمام حقيقي بفتاة مثلها. سيرافينا هي المرأة الوحيدة في حياته، ومن له امرأة مثل سيرافينا الرائعة الجمال والذائعة الصيت وصاحبة الثروة الطائلة لن يعير أي اهتمام يذكر لفتاة بريطانية أقل من عادية. أدارت دونا آلة التسجيل وراحت تستمع بانتباه بالغ للأحداث التي مرت في حياة سيرافينا. عندما كانت سيرافينا فتاة صغيرة في صقلية تصورت ريك يعيش حياة مماثلة، إنهما شخصان يعرفان مدى صعوبة الحياة في محيط يعمه الفقر والحرمان ويتقبله الجميع بإرادة قوية وشجاعة فائقة. استغلت سيرافينا جمالها للابتعاد عن الضجيج والمجاعة والأزقة الوسخة، أما ريك فقد استخدم قوته وقساوته وكان رجلا يعرف كيف يشق طريقه عند حلول الظلام في أدغال المدن الكبرى. كان بالتأكيد عنيفا كبقية تلك المخلوقات التي تخرج من الشوارع المخيفة بحثا عن الضحية أو الطريدة أو الروح الضائعة. كان يختار العزلة في كثير من الأحيان ليقف كهذا التمثال الحجري البارد الذي لا تتمكن حتى الشمس الساطعة من تدفئته.
هزت دونا رأسها بقوة وتمنت لو أن بإمكانها طرد هذا الرجل من أفكارها بمثل السهولة التي طردت فيها وريث الممثلة الشهيرة عندما عرض عليها الزواج وكأنه يطلب قطعة حلوى. ولكن ريك لورديتي لم يكن أبدا مثل أدوني، إنه رجل تحفل حياته بذكريات خلقت جروحا وآثارا لا يمكن إزالتها أو محوها. لا شك في أنه واجه في ماضيه بعض الأحداث الرهيبة التي حولته إلى رجل قاس ودفنت في أعماقه جميع المشاعر الرقيقة والناعمة حتى اختفت تماما وأصبح كتلك الصخرة في الحديقة. تحول حجرا قاسيا وباردا ولن تعود إلى عينيه أبدا تلك الشعلة الجميلة التي تجذب الفتاة إليه ليذيبها بحرارة نظراته. وضعت دونا يدها على عينيها وكأنها تريد حجب رؤيته عنها. من المؤكد أنها متأثرة بشيء ما في الأجواء الإيطالية المثيرة، إنه يعجبها إلى هذه الدرجة لأنها لم تعرف في حياتها رجل مثله. إنه ليس فارسا من القرون الوسطى يرتدي الدروع الواقية ويستل سيفه للدفاع عن المظلومين، بل هو قاتل محترف يهتم بامرأة ثرية بأكثر من ناحية. قال أدوني إن ريك يدخل غرفة سيرافينا ويخرج منها بحرية تامة، ويجب أن تكون بريئة كطالبة كي تعتقد أنه يدخل غرفة نوم الممثلة الجذابة لمجرد البحث تحت سريرها أو في خزانتها عن مجرم محتمل. شعرت بالارتياح عندما فتح باب الغرفة ودخل الخادم الشاب وهو يحمل لها قهوة الصباح وبعض المأكولات الخفيفة. ولما شاهدت تفاحة كبيرة لذيذة لا تزال معلقة بغصنها ابتسمت وقالت: أوه كم هي جميلة، أرسلها إليك السيد. قفز قلبها من مكانه وهي تعلل النفس بأمل سخيف لا يمكن تصوره. سألته عمن يكون ذلك السيد فأجابها باستغراب بأنه السيد نيري. تضايقت ضمنا ولكنها ابتسمت وطلبت منه أن يشكر السيد نيابة عنها. تضايقت لأن قلبها تصرف على هذا النحو المزعج مع أن عقلها قال لها أن أدوني هو الذي يعتبر الفتاة كتفاحة وأن في جعبته حركات ساحرة عديدة تهدف إلى إضعاف مقاومتها. حملت فنجان القهوة ووقفت أمام الباب الزجاجي الكبير تتأمل عبر أغصان الشجرة التي تغطيها أزهار جميلة ذلك الفارس الحجري الصامت. لم تتصور نفسها أبدا رومانطيقية إلى هذه الدرجة، إلا أنها بدأت تتصرف على هذا الشكل منذ مجيئها إلى إيطاليا. كفتاة في قصة عاطفية تجد نفسها فجأة متعلقة بشخص غريب دون أن تجد سببا لذلك، شخص أسمر طويل القامة أزعجها وأثار إعجابها منذ اللحظة الأولى التي نظرت فيها إلى عينيه القاسيتين. هل هي على خطأ إذ ظنت أنه نظر إليها وكأنه يريد امتلاكها مع أنه لن يتمكن أبدا من ذلك؟ شعرت بألم حاد في قلبها ومسحت الدموع من عينيها وهي تقول: توقف عن ملاحقتي كالكابوس. ووجدت نفسها فجأة في الحديقة وهي واقفة أمام الفارس الأسود. رأسه كان منحنيا بخوذته الحديدية الثقيلة ويداه الممسكتان بالسيف جامدتين لا تتحركان. كانت العصافير وحدها تزقزق وتتحرك، أما الفارس فقد ظل محتفظا بصمته وجموده وتأهبه. أعدت نفسها للسهرة المرتقبة وهي تشعر بتوتر خفيف. ربما كان عليها أن تكون أكثر حزما مع أدوني وأن تجازف بحضور أمه فجأة ومشاهدتهما معا على انفراد، إلا أن التبرج والتزين لتناول العشاء خارجا لم يكون أمرا مزعجا حقا. وسرها أن ترتدي ذلك الثوب الجميل لأول مرة منذ ابتياعه في باريس، وضحكت عندما تصورت نفسها فتاة بسيطة جاهلة تسمح لهؤلاء الإيطاليين الوسيمين بإخراجها عن برودتها الهادئة التي تفخر بها كثيرا. ما من أحد يمكنه القول أنها لا تبدو هادئة من حيث الشكل الخارجي، على الرغم من أن قلبها لم يعد متأكدا من نفسه وذاته. ارتبكت عندما شاهدت أدوني ينتظرها أمام قاعة الجلوس ويبدو جذابا للغاية في ستراته البيضاء الرسمية وسرواله الأسود الضيق. اقترب منها بسرعة وشد على يدها بقوة قائلا: يا إلهي كم أنت جميلة، أنت جذابة ورائعة أيتها الحبيبة.
وأنت أيضا يا آدوني تبدو جذابا ولا بأس بك على الإطلاق. ابتسمت عيناه قبل شفتيه وقال: شكرا، هكذا يجب أن يكون الوضع دائما، أن يكون الشخصان مناسبين لبعضهما. تصوري كم سيكون جميلا ورائعا ابننا أيتها العزيزة. اسمع، لا أريدك أن تبدأ ذلك ثانية. رفض احتجاجها ضاحكا، ثم فتح الباب وقال للشخصين الموجودين هناك: إننا ذاهبان. كانت سيرافينا متمددة على كنبة وريك واقفا قرب النافذة. نظر إليها بعينين فاحصتين، ثم وجه نظرة سريعة إلى آدوني الذي قالت له أمه: لا تقد سيارتك، وكأنك تشارك في السباق المقبل. تعجبني دونا كثيرة كسكرتيرة، ولا أنوي أبدا أن أفقدها. إنني أتساءل في الحقيقة عما إذا كان من الحكمة السماح لك بدعوتها هذه الليلة. إنها مخلوقة طيبة جدا، لم تفسدها شرور الحياة، وكنت أعرف والدها وأعجب به، ولا أظن أنه كان سيوافق عليك أيها الحبيب. سأحافظ على هذه الفتاة يا سيرافينا كما يحافظ ريك عليك. من المؤكد أنني لن أجد مثلا أعلى أفضل من حارس أمي وفارسها. رفع ريك حاجبه الأسود ونفخ الدخان بقوة مما ظهر عليه الغضب، ولكن سيرافينا نظرت إليه وسألته بغنج ودلال: هل أنت حقا هكذا يا ريك؟ حول نظره إليها فضحكت بإغراء، وكأن هناك نكتة لا يعرفها سواهما، ثم عادت لتقول لابنها: لا يوجد مثل ريك سوى عدد قليل من الرجال أيها الحبيب، ولكن لديك أنت طبيعة دافئة ومتلهفة، ويسرني جدا أن أدللك وأغدق عليك المال بدون حساب، لأنني ذقت طعم الفقر والحرمان فترة طويلة في بداية عمري. كنت أتحرق في السباية كي أحصل على جزء يسير مما هو متاح لك اليوم. اذهب يا آدوني وتمتع بسهرتك، ولكن حاول أن تتصرف بلياقة وتهذيب مع هذه الفتاة الطيبة. طبعا طبعا يا أمي. اقترب منها وقبلها على جبينها، وسمعت دونا الممثلة القديرة وهي تضحك بنعومة عندما كانت تداعب وجهه الذي يحمل شبها كبيرا لوجهها، وفجأة جذبتها العينان الحادتان بقوة فلم تتمكن من مقاومتهما. نظرت دونا إلى ذلك الرجل الذي يبدو أن سيرافينا تقيد جسمه وروحه بسلاسل من الحديد، وتساءلت عن سبب عدم زواجهما. هجرت سيرافينا زوجها منذ زمن طويل، ولكن الطلاق لم يعد مستحيلا في إيطاليا، فلماذا لا تطلق زوجها وتتزوج ريك؟ إنه بالتأكيد رفيقها، وهل يمكن لأي رجل يمضي هذا الوقت الطويل مع امرأة جذابة ومثيرة مثلها بدون أي علاقة؟ كانت عيناه جامدتين وقاسيتين عندما التقت نظراتهما، ولكنه أخذ ينظر إلى جسمها النحيل وكأنه يداعبها، فنظرت إليه بغضب ورجاء وكأنها تقول: إياك، لا أريد أن أعرف ماذا تشعر سيرافينا عندما تضمها بين ذراعيك. شهقت عندما أمسك آدوني بذراعها وقال لها: تعالي، حان الوقت لذهابنا. كان يداعب وجنتيها بنظرات الوله والهيام، ولكنها لم تشعر بشيء. خرجت معه من تلك الغرفة الكبيرة، ولكنها أحست بأنها تركت وراءها جزءا حيويا بالغ الأهمية من شخصيتها وذاتها. إنه جنون يثير الشفقة أن تتعلق برجل يخص امرأة أخرى. امرأة متسلطة حادة الطباع ستغرز أظافرها في وجه الفتاة الغريبة وتمزقه إربا إذا ضبطت ريك وهو يلمسها فعلا. ولكن دونا كانت متأكدة من أنه أراد أن يلمسها بيديه وليس بنظراته فقط. لاحظت شحوبا في وجهه وعينيه عندما شاهد آدوني يمسك بذراعها. لابد أن جسمها ارتعش قليلا وهي تفكر بذلك الرجل، لأن آدوني قال لها باهتمام حقيقي قرب سيارته السريعة: لا تخافي من لورديتي، أنا أعرف أنك خائفة منه يا دونا. لاحظتك كيف تنظرين إليه، لأنك ربما تشعرين بغرابة توعية هذا الرجل. إذا كنت تريدين الحقيقة بصراحة، فلا بد من القول أنه قتل شخصا بحياته. أوه لا. نظرت إليه بعينين حزينتين وكأنها تستجديه أن ينفي ذلك،
ولكنه هز رأسه مؤكدا كلامه فيما كان ينظر إليها بجدية بالغة. حدث ذلك منذ زمن طويل أثناء عراك جرى على إحدى أرصفة الموانئ وانتهى بمقتل منافسه. وقع الرجل أرضا نتيجة لكمة قوية من ريك فارتطم رأسه بحجر وقتل على الفور. تم اعتقال لورديتي ومحاكمته بتهمة القتل، ومع أنه لم تثبت إدانته بالقتل الفعلي إلا أن الجميع كانوا يعرفون أنه هو الذي بدأ العراك وأن لديه دوافعه لقتل ذلك الرجل. يبدو أن الرجل كان عضوا في المافيا ومسؤولا عن مأساة لحقت بعائلة ريك. مأساة؟ هل تعرف التفاصيل؟ كانت تريد معرفة كل شيء يتعلق بماضيه وحياته، مع أن كلمة مأساة تحمل في طياتها أمورا محزنة وربما مخيفة. قتلت والدته، كانت نحاتة أمريكية تعرفت على شاب من صقلية أثناء زيارتها لتلك الجزيرة وتزوجته خلال فترة قصيرة من ذلك اللقاء. كانا يملكان حقلا صغيرا يضم عددا قليلا من أشجار الزيتون، وعندما توفي زوجها بما وصف أنذاك بأنه حادث ألقت اللوم على عصابة المافيا، وقالت إن أفرادها قتلوه لأنه رفض دفع أخوة لمنظمتهم. وتوفيت هي أيضا لأنها لم تخف الإفصاح عن رأيها بالنسبة إلى أولئك القتلة المجرمين. كان ريك شابا يافعا وأقسم بأنه سيجد القاتل وينتقم منه، وبالتالي فما من أحد يشكك أبدا بأن ريك كان سيقتل ذلك الرجل بيديه لو لم يرتطم رأس القاتل بحجر ويلقى مصرعه على الفور. توقف آدوني لحظة طويلة ثم تابع حديثه قائلا: كما ترين يا دونا، فأنت لست الشخص الوحيد الذي يشعر بالتوتر أو الخوف منه. إن قساوته الدفينة هذه هي التي تجعله كاملا في نظر أمي. لا توجد كلمات مهذبة لوصف أهميته بالنسبة إليها إلا بالقول أنه أساسي ولا غنى عنه. وضع آدوني يده على وجه دونا البارد ومضى إلى القول: إنها قصة مذهلة، ولكن ما يقوي شعور أمي بالإطمئنان إلى أمنها وسلامتها هو شهرة ريك بالقسوة والعنف. أما بالنسبة إليك فإنني أؤكد لك أنك لست معرضة لأي خطر من جانبه. فطوال السنوات التي عرفته فيها لم ينظر أبدا إلى أي امرأة سوى سيرافينا. وماذا يفعل عندما يذهب إلى روما؟ انطلقت الكلمات من فمها بطريقة عفوية وهي تتذكر النظرات الملتهبة التي وجهها إليها والتي كانت ستشتعل وتحرقها لو أنها اقتربت منه بعيدا عن عيني سيرافينا ومراقبتها المذهلة له. هز آدوني كتفيه وهو يفتح لها باب السيارة الفخمة وقال: من يدري، إنه شريك في أحد النوادي هناك، ولكن إذا كان يقابل نساء أخريات وإذا كانت سيرافينا تعلم ذلك فإنها لا تذكر هذا الأمر إطلاقا. ثقتها فيه حسب ما أعلم واضحة ومطلقة، وهو كما لاحظت أنت بنفسك يكرس لها حياته بصورة تامة. إذا التقى افتراضا ببعض النساء بين الحين والآخر فإنه سيمضي معهن بالتأكيد فترات عابرة تزول بسرعة بدون أن تترك أي أثر أو أهمية. لم يحدث مرة هنا أن همس أحد بأي احتمال ضئيل لعدم إخلاصه لها، وأنا من ناحيتي أشك كثيرا في أن له قلبا يخفق تحت ضلوعه الحديدية. جلست دونا في مقعدها حائرة صامتة، وبعد لحظات قصيرة كان آدوني يطلق العنان لسيارته بعيدا عن الفيلا وسيرافينا ولورديتي. كان يقود سيارته بمهارة مدهشة على تلك الطرقات الجبلية الملتوية التي تؤدي إلى الساحل. نظر إليها وقال لها باسما: ما يعجبني فيك كثيرا أنك كعطر رائع لا يمكن للرجل أن ينساه بمجرد أن يشمه مرة، وما يثير دهشتي واستغرابي أنك لا تزالين عازبة وتتصرفين إلى حد بعيد كعذراء خجولة. هل أحببت مرة اتخاذ حبيب بريطاني لك؟ أتعجب كثيرا لماذا يتصور الرجال الأجانب دائما أن الفتاة البريطانية متقدمة عن غيرها في هذا المجال؟ أقولها بصراحة ودون تردد، إن تصرف أغلبية فتياتنا مشابه لتصرف الإيطاليات. ننتظر حتى نقع في الحب قبل أن نبدأ في توزيع خدماتنا هنا وهناك.
أوه ما أروعك يا دونا، عندما توزعين خدماتك علي. قال لها الجملة فيما كانت السيارة تقطع منعطفا قاسيا، وبدت كأنها معلقة بين السماء وصخور الشاطئ. أغمضت دونا عينيها خوفا وهلعا، ولم تفتحهما إلا بعد أن تأكدت أن السيارة لا تزال على الطريق. سألته بصوت مختنق، لماذا يقود الإيطاليون سياراتهم بمثل هذه السرعة وبمثل هذا التهور؟ ربما للتعويض عن اضطرارهم اتخاذ جانب الحيطة عندما يحاولون مغازلة فتاة تؤمن بالجدية والفضيلة. لماذا تصر يا أدوني على قيادة سيارتك بمثل هذه السرعة الجنونية؟ هل تريدني أن أسترحمك؟ لن أتمتع بهذه النزهة ما لم تخفف السرعة إلى درجة كبيرة. رد عليها مازحا، جبانة، بعض النساء يعجبهن كثيرا السائق السريع. ولا أشك أبدا في أنك تتحدث عن خبرة طويلة في هذا المجال. هل يقلقك أن تكوني مع رجل تمتع صراحة بمعاشرة الجنس الآخر؟ هل تفضلين الرجال المتنسكين؟ تعجبني الصحبة الجيدة، ولكنني لا أحب الرجال الذين لا يهمهم إلا حب الظهور. وهل تعتقدين أنني أفعل ذلك الآن أيتها الحبيبة؟ نعم، أظنك تحاول إثبات شيء ما، ربما لنفسك قبل الآخرين. الرجل القوي ليس مضطراً على الإطلاق لإطلاق مهارته وقدرته. هل تقولين أنني لست رجلاً قوياً؟ إنك رجل مدلل جداً يا أدوني، أنت شاب وسيم متأكد من محبة أمه له ورغبتها القوية في أن لا تراه محتاجاً لأي شيء، ولكنك تعرف أنك تضيع حياتك سدى وفي مجالات كثيرة. لا يمكن للمرأة أبدا أن تحترم رجلا لم يحقق أي إنجاز سوى قدرته الفائقة على التحكم بسيارته السريعة أو في مصاحبة فتيات النوادي الليلية. إذا أنت تفضلين الدون كيشوت على الدون خوان؟ دائما. أنت تبحثين عن فارس يحمل سيفا، فارس سخيف العقل يضع الشرف قبل كل شيء. هل تأملين حقا في إيجاد شخص كهذا في عصرنا الحالي؟ إننا يا عزيزتي نعيش في عالم مادي أصبحت فيه المثل العليا عادات قديمة بالية. إنه أمر محزن حقا، لا شك في أن الحياة كانت جميلة جدا عندما كان الرجال مستعدين للدفاع عن الشرف والكرامة. أخذني أبي مرة لمشاهدة تماثيل هؤلاء الفرسان، ولن أنسى أبدا تلك الكلمات التي حفرت على إحداها، الشجاعة هي روح الرجل والشرف هو السيف اللامع الذي يحمله. أرادني أبي أن أعرف معنى التضحية، قال لي إنها آخذة في الزوال مع إنسان هذا العصر، وإنني عندما أجدها في شخص ما فعلي احترامه وتقديره. ضحك أدوني وقال لها بمرح واستغراب، أوف أوف يا لك من فتاة، أنت تعتقدين حقا بأن مثل هذه الأمور كالفروسية والتضحية والشجاعة لا تزال موجودة في عالمنا؟ رباه، إنني متأخر جدا كي أحاول التطلع قدما إلى تحقيق مثل هذه الأحلام. أعرف جيدا أننا نعيش في عالم يركز فيه الناس كثيرا على الممتلكات المادية وعلى تحقيق النجاح المادي بغض النظر عن مشاعر الآخرين وأحاسيسهم، إلا أن أسوأ أنواع الرجال في رأيي هو الثري المتكبر الذي يستغل الناس إلى درجة السحق والإذلال ويبني لنفسه هالة من العبادة الشخصية. كيف يمكن لأي فتاة أن تتصور أن طاغية كهذا سيحبها؟ ضحك أدوني بسرور وقال، إنك تنيرين حياتي أكثر فأكثر يا حكيمتي الصغيرة. كنت أتصور أن سكرتيرة سيرافينا ستكون فتاة حادة اللسان ولا تعرف شيئا في الحياة سوى عملها. كانت مفاجأة جميلة بالنسبة إلي عندما رأيتك للمرة الأولى، ولم أصدق أن حظي سيكون طيبا إلى هذه الدرجة. ليس لحظك أي علاقة بمجيئي إلى هنا يا أدوني، أنت تعرف جيدا أن أمك لا توافق على قيام صداقة بيننا، إنها تعتقد أنني سأحاول استغلالك. سألته بهدوء فيما كان يوقف السيارة أمام المطعم، وهل هذا ما تنوي القيام به؟ نظر إليها طويلا ثم أجابها بصراحة مذهلة، إنني لا أنام الليل لكثرة ما أفكر بك،
أحلم بأن أكون معك، بأن أضمك إلى صدري. لم أعرف طوال حياتي فتاة مثلك، ذكية وذات شخصية قوية ومع ذلك بريئة. أدوني، لم نعرف بعضنا إلا منذ فترة قصيرة جدا، وأنت لم تكف منذ البداية عن مغازلتي بسحرك المعهود. أوه نعم، لديك جاذبية ساحرة وأنت تعرف ذلك. لا أظن أنني تعرفت في حياتي على رجل أكثر وسامة منك، ولكنك تعيش في محيط مخملي، وأنا أبدو لك مختلفة كثيرا عن النساء الأخريات اللواتي تعرفت إليهن. ربما أحببت بعضهن بشكل أو بآخر، لكن عندما يزول البريق الجديد لا أعتقد أنه سيزول. وضع يده على شعرها وأضاف بنعومة مثل سنابل القمح الحريرية تحت أشعة الشمس، ثمة أشياء كثيرة أريد منحها لك يا دونا، نفسي قبل أي شيء آخر. أحست دونا في صميمها أنها قد تتجاوب الليلة مع وسامة أدوني ونظرات الوله في عينيه والرقة والنعومة في كلماته، ولكنها حذرت نفسها من أنها ستواجه الكثير من المتاعب معه إن هي تجرأت على إظهار أي تجاوب مع جاذبيته الساحرة العاشقة، وهي لا تريد التورط في علاقة لن ترضي أبدا طموحاتها الجدية الحقيقية في الحياة. قالت له بهدوء: أرجوك، إنني جائعة جدا، هل يمكننا الدخول الآن؟ إنك تجلسين قربي ولكنك تحاولين الهرب مني. إنني أطمح إلى تحقيق شيء ما يا دونا، وهو إذابة تحفظك هذا وحملك إلى إيجاد الدفء والحنان بين ذراعي فقط. أنت وحيدة كما أننا جميعا وحيدون داخل أنفسنا، ولكنني أعرف شيئا هاما عنك، وهو أنك لا تجدينني كريها، أليس كذلك؟ إنه وسيم للغاية ولا يمكنها تجاهل ذلك. ورث الجمال والإغراء عن والدته، ولكن من هو والده؟ أي نوع من الرجال هو؟ ولماذا لم تعد تعيش سيرافينا معه؟ ما هو السبب في ذلك؟ ارتعش جسمها فجأة لأن الجواب تبادر إلى ذهنها وأزعجها. نظرت إلى أدوني فخالجها شعور بأن قلبها اختفى من مكانه. تصورت أنها تشاهد في وجهه ملامح شخص آخر، ريك لورديتي. ليس من المستبعد أبدا أن يكون أدوني ابن رفيق سيرافينا. كانت تبدو مذهولة ومصابة بصدمة هائلة. اقترب منها فأبعدته عنها بقوة وفتحت باب السيارة. كانت رجلاها ترتجفان. هذه هي الحقيقة المرة، أدوني هو ابن ريك، إنها متأكدة من ذلك. لابد من وجود أمر أساسي وقوي جدا يبقي ريك لورديتي مع امرأة تحب نفسها أكثر من أي رجل آخر. ولكن أدوني لا يعرف شيئا عن ذلك، لا بل إنه يكره ريك. تقدم نحوها أدوني من الناحية الأخرى فلاحظت الشبه بين طريقة سيره وتلك التي لريك لورديتي. أمسك بذراعها فتذكرت النظرة القاسية في عيني ريك عندما فعل أدوني الشيء ذاته قبل بضعة أيام. تألمت كامرأة لأن الحب مفقود بين الإبن وأبيه. يعرف ريك لورديتي الحقيقة طبعا، ولكنه على ما يبدو لم يقم بأي محاولة لضمان علاقة طبيعية هادئة بينهما. كان يبدو أنه منح كل عاطفته ومحبته إلى سيرافينا، منح كل قوته وحمايته الشجاعة لها وحدها. ولكن أليس ممكنا أن يكون ذلك ما يريده ريك؟ ألا يعرف أدوني الحقيقة ويمضي في اعتقاده بأنه ثمرة زواج غير شرعي؟ دخلت دونا المطعم مع أدوني فشعرت على الفور بعيون موجودين تلاحقهما حتى الطاولة المطلة على المرفأ وبرج المراقبة البعيد. ابتسم لها أدوني فيما كانا يجلسان فردت عليه بابتسامة مرتعشة إلى حد ما. كيف ستتصرف معه بعد الآن وهي ترى ريك فيه؟ أمسكت حافة الطاولة بأصابعها المرتجفة فوضع يده على يدها وتمتم قائلا: يعتقد هؤلاء الأشخاص أننا عاشقان، هل لاحظت كيف نظروا إلينا عندما دخلنا؟ إننا نبدو بالتأكيد مناسبين جدا لبعضنا البعض. تنهدت بشيء من الانزعاج وقالت: أرجوك ألا يمكننا التحدث عن موضوع آخر؟ لماذا لا نمضي وقتنا براحة وهدوء؟ إذن لنبحث موضوع الوجبة التي سنتناولها، ما رأيك في أن نستهل العشاء بشريحة من السمك المقلي؟ اختر لي ما تريد يا أدوني.
هل تسلمين أمرك لي أيتها العزيزة؟ نعم، إذا كنت تحب ذلك. أحب ذلك إلى درجة كبيرة، أحب كل شيء يتعلق بك، حتى التحفظ الذي تستخدمينه لحماية قلبك. وأعتبر رفضك إدخال أي رجل إلى قلبك حتى الآن إثارة وتحدي. لم تعلق على كلامه، بل نظرت إليه ببرودة وهدوء مصطنعين. لم تشعر أبدا من قبل بمثل هذا الانقباض وهذا التوتر. صممت على تغيير الموضوع فسألته بلهجة عادية: هل توصف هذه المنطقة البحرية بساحل القراصنة؟ نعم، كان برج المراقبة الذي يستخدم حاليا لإرشاد سفن الصيد بعيدا عن هذه الصخور في القديم يستعمل لمراقبة سفن القراصنة، وكان المراقب يعطي إشارة خاصة فيهرع السكان إلى إخفاء ممتلكاتهم الثمينة وبناتهم طبعا. ضحك آدوني وأضاف قائلا: هناك جانب مسلي للموضوع، وهو أن بعض الفتيات كن يفضلن الاختطاف على أيدي القراصنة بدلا من الارتباط بأزواج يختارهم أهلهم. حدث كثيرا أن الرجال المسنين وحدهم كانوا قادرين على دفع مهر العروس، فيما الفتيات يفضلن الأحباء الشبان الذين يتمتعون بالحيوية والنشاط. ليس الأمر دائما على هذا النحو، فليس جميع الرجال المسنين أشخاصا يفتقدون الحيوية والنشاط. كان أبي رجلا جذابا للغاية بالنسبة إلى النساء حتى عندما تجاوز 50. الوالد الرومانطيقي الذي علمك البحث عن الشجاعة الحقيقية والشرف، ألا تضعين لنفسك مستوى عال إلى درجة الاستحالة يا عزيزتي؟ هناك فضائل أخرى في هذه الحياة يا دونا. نظرت إليه بتحد وهي تسأله ببرودة: مثلا؟ طبيعة دافئة ومحبة، وحس قوي لما تحبه النساء. يحدث أحيانا أن يكون الرجل صاحب أخلاق ومبادئ، جبل جليد لا يفهم النساء على حقيقتهن، بل يفضل الفتاة الطاهرة المتنسكة التي لا تتقدم إلا بمطالب روحية، وأنت لا تريدين رجلا كهذا. لا يمكن لفتاة مثلك أن تريد رجلا كهذا. أنت لا تكاد تعرفني، وأنا أعتقد أن الأشخاص الذين يضحون يجعلون الحياة بالنسبة إلى الآخرين جديرة بالعيش الكريم. يا لنبلهم، أنا أعرف يا فتاتي المفضلة أنك لن تفكري بالزواج قبل أن تحبي فارس الأحلام إلى درجة كبيرة. عظيم، إنه أمر يسعد قلب الرجل ويريح باله. أما الآن فسوف نتمتع بالسمك. هي لسحره الشيطاني، لقد ورث ذلك طبعا عن ريك. شعرت بأنها لا يمكن أبدا أن تكون أكثر اقتناعا بهذه النظرية وهذا التحليل، وتذكرت ريك لورديتي وقبلته على يدها ووردته البيضاء وساعات الرقص الطويلة. إنها تعرف أن الخطر كبير في الوقوع بحب رجل يبعد كل البعد عما تخيلته في فارس أحلامها المثالي، ورجل ربط جذوره وإخلاصه وحياته بامرأة أخرى، امرأة جميلة جدا لن يتخلى عنها بسبب فتاة عادية ستعمل لديها بضعة أسابيع قليلة.